Your Excellency, صاحب الفخامة, President Abdel Fattah El-Sisi, الرئيس عبد الفتاح السيسي, President of the Arab, رئيس جمهورية مصر العربية, Your Excellency, President MS, صاحب الفخامة, رئيس غاغا, رئيس جمهورية زيمبابوي, Your Excellency, President, صاحب الفخامة, Dr. President Lazarus Chikwela, رئيس لازاروس شيكويلا, رئيس جمهورية ملاوي, Your Excellency, صاحب الفخامة, الرئيس أوبازانجو, الرئيس الأسبق لجمهورية نيجيريا ورئيس المعرض التجارة البينية الإفريقية, رئيس وزراء جمهورية مصر العربية, الوزير رئيس الوزراء مصطفى مدبولي, الرئيس السابق لجنوب أفريقيا البروفيسور بنديكت أوراما, رئيس البنك التصدير للاستيراد الإفريقي ورئيس مجلس إدارة البنك, المضيف لنا الوزير أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بجمهورية مصر العربية, Your Excellencies, honorable ministers, أصحاب السعادة الوزراء ورؤساء المنظمات الدولية, السادة المشاركون في المعرض, السيدات والسادة, أود أن أضم صوتي إلى الرئيس أوبازانجو في التعبير عن التقدير للحكومة التي يرأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستضافتنا مرة أخرى هنا في مصر. لقد كنا هنا في نفس هذه القاعة في ديسمبر 2020 لافتتاح المعرض, ومن خلال هذا النجاح فإن المعرض كبر لكي يصبح أحد المنصات الكبرى الإفريقية أو أكبرها, وأيضا مما يدعم التجارة وأصحاب الأعمال الشباب, مما أعطاهم الفرصة لأن يعبروا عن التزامهم بالتجارة في القارة الإفريقية. سعادة صاحب الفخامة الرئيس, إنني أقدر تماما الرئاسة والقيادة المصرية في تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية, وكما أشار فخامة الرئيس في عام 2022 فإن مصر كانت أولى الدول من بين الدول الست لأن تبدأ في التجارة في إطار قواعد منطقة التجارة. إن هذا البرنامج كان مبادرة تسمح بالأعمال والقطاع الخاص هنا في مصر بأن تتاجر مع الدول الإفريقية الأخرى من خلال استخدام نظام الأفضليات الخاصة بمنطقة التجارة الحرة القارية. إذن أود أن أشكر حكومة مصر العربية على قيادتها ومصاحبتنا في تنفيذ المنطقة. وبالإضافة إلى هذا فإن مصر قد اتخذت إجراءات من أجل إنشاء شركات تجارية في إطار المنطقة والتي تعمل بالفعل وتتعاون مع شركات التجارة في غانا لكي تقوم بدعم التجارة فيما بين الدول في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. أود أيضا أن أهنئ بنك التصدير والاستيراد الإفريقي الذي ساعد على أن يقوم بتخصيص 700 مليون دولار أمريكي وخصصها للشركات الإفريقية, مما سيسرع ويعجل بعملية التكامل الأسواق الذي نتطلع إليهم. مما لا شك فيه أن هذا المعرض الذي يعقد كل عامين والذي يعتبر معرضا لمنطقة التجارة الحرة القارية قد ساعد على بناء الجسور وتعزيز التجارة والاستثمار فيما بين الدول الإفريقية. وكما نعلم جميعا ففي فبراير 2023 فإن مؤتمر الاتحاد الإفريقي اعتمدوا ثلاثة آليات أخرى, أولا البروتوكول الخاص بالاستثمارات والبروتوكول الخاص بالمنافسة وأيضا البروتوكول الخاص بحقوق الملكية الفكرية. وفيما يتعلق بالبروتوكول الخاص بالاستثمار فإنني أعلنكم بأنه نافذ بالفعل وفعال, وبينما نتحدث فإن المستثمرين الأفارقة
ينظروا إلى هذا البروتوكول كوسيلة لدعم تجارتهم واستثماراتهم، وإن البروتوكول سيوفر أيضا سيساعد أيضا على إنشاء وكالة خاصة بالاستثمار من أجل دعم الاستثمار عبر القارة الإفريقية، وإن وزراء التجارة سيقوموا بوضع بروتوكول آخر يتعلق بالتجارة الإلكترونية التي والرقمية التي ستسمح بنوع من دعم البنى الأساسية وإشراك عدد كبير من الشباب الذين سيكونوا على علم بكل التكنولوجيا الحديثة في القارة الإفريقية. السيدات والسادة، وبينما أنهي حديثي أود أن أشير إلى أنه منذ 6 سنوات مضت فإن منظمة الوحدة الإفريقية أنشئت، ونحن نحتفل بمرور 60 عاما على إنشاء منظمة الوحدة الإفريقية. ومنذ 30 عاما مضت فإن بنك التصدير والاستيراد الإفريقي قد أنشئ. نحن نحتفل بمرور 30 عاما على إنشاء بنك التصدير والاستيراد الإفريقي. ومنذ 3 سنوات مضت تم ميلاد طفل، وهي منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية والسكرتارية الخاصة بها. وإن الجهود التي يبذلها البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد ومنطقة وسكرتارية منطقة التجارة الحرة القارية والاتحاد الأفريقي أدى إلى كثير من التقدم وإحرازه خلال فترة وجيزة، وهذا أدى إلى إنشاء نظام التسوية والمدفوعات الأفريقي الذي تم دعمه من قبل رؤساء دول الحكومات، وأيضا إنشاء أيضا صندوق التكيف الذي خصص له $1 بليون أمريكي من قبل الأفريكزيم بنك. وبالأمس أعلننا عن إنشاء الهيكل الخاص بالضمانات الذي خصص له الأفريكزيم كثير من الأموال الذي يضمن عملية توفير الضمانات للتجارة العابرة. وكما أشرت من قبل أيضا فإن الشركات التجارية التابعة للمنطقة التجارة تعمل بالفعل، وإن الشركات المصرية هي من أول الشركات التي تعمل وتتاجر في إطار نظام الأفضليات الخاص بالمنطقة. ما هو واضح هو أننا كأفارقة عندما نتعاون معا ونتشارك من أجل دفع المثل العليا لأبائنا المؤسسين لمنظمة الوحدة الأفريقية فإننا نحقق كثير من النتائج. أود أن أشكركم شكرا جزيلا على حسن استماعكم، وآمل أن تتوج مداولتنا بالنجاح خلال اليومين المقبلين، وشكرا جزيلا.